بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الجيميفيكيشن، او هنتكلم على التلعيب او استخدام الالعاب في ان انا اعلم الشخص اللي قدامي. لو احنا جينا نبص على اللعبه بتلاقي ان في مليارات من الدولارات بتصرف سنويا عليها، وفي العاب فعلا بيبقى ميزانيتها قد ميزانيه فيلم كامل او قد مشروع كبير. وبتلاقي ان انا اعرف دكتور صلى العشاء وقاعد يلعب لعبه معينه، كانت تقريبا ميدل، لا مش ميدل فونر، كانت لعبه من الالعاب الاستراتيجيه، لا الفجر بيدن يعني، قعد العشاء وكان وراه مستشفى ووراه عياده، لا الفجر بيدن تمام. ففي بعض المزايا القويه في اللعب، لو احنا قدرنا نستخدم الحاجات دي في التعليم هنلاقي عندنا عباقره. يعني ممكن نستخدمها ازاي؟ ايه خصائص اللعبه؟ الشعور بالذات، وبقى فيه تنافس، وبقى فيه جوائز، وفي لقب، وفي نقاط، وفي شرط انجاز، وفي مستويات وتحديات، وفي شريط تقدم، وفي عملة افتراضية، وفي حاجات كتير جدا بتخلي الواحد مشدود، وبتخلي الواحد فعلا بصعوبة جدا لما يقفل اللعبة. تمام، خلاص بقى مفيش حل، خلاص انا اتخصم اليوم فمضطر ان انا اروح الشغل او اشوف اللي معايا او كده. ففعلا انا عن نفسي لما بلاقي لعبه بشد ليها بدخل اعملها ديليت، تمام، لان بحس فعلا انها ممكن تاخد وقت كتير جدا مني. فانا بقالي سنين ما لعبتش العاب الكمبيوتر، بس في حاجات تعليميه بنشوفها بتعلم الواحد، مثلا التسويق بتعلم واحد الاقتصاد، يعني في العاب استراتيجيه مثلا بتعلم الواحد ازاي يفكر، ازاي الواحد يبني مدينه، ازاي الواحد يحمي نفسه. في العاب بتبقى خاصه بالتسويق بتعلمك ازاي تسوق، يعني في بعض الالعاب بيعلمك مثلا انت عايز تتعلم ازاي تدخل في سوق المنافسه وتشتري بورصه والحاجات دي كلها. ففي العاب بتعمل كده، بتعمل لك الهام. في بعض الالعاب بتعلمك معلومات من الصحه، وفي نفس الوقت انت قاعد بتستمتع وبتلعب وبتخش منافسه وبتعمل نقاط سكور عالي وتبعتها لزمانك على الفيسبوك والحاجات دي كلها. فدي الحاجات دي قويه جدا، في ناس بتستخدمها في انها تتعلم تسويق، في بعض الدول بتستخدمها هو ده المنهج الدراسي، يعني هنقعد مع الطلبه وما نجبرهمش عن حاجه. في بعض الجامعات بتستخدم زي يونيفرسيتي اوف بون او خان اكاديمي اللي عملها سلمان خان، خد عليها جايزه اعتقد جايزه نوبل. بيعلمك من خلال اللعب، بيعلمك من خلال ان انت مستمتع، بيعلمك ان انت حتى لو مش مستفاد منها هتلاقي فيها اثاره، فهتكمل وتلاقي نفسك بتتعلم فيزياء وكيمياء من غير ما تاخد بالك. تمام، وفي العاب كتيره مايكروسوفت عاملاها وشركات كتير عاملاها بتساعد الناس انها تلعب، وفي نفس الوقت تلاقي نفسها اتعلمت، تلاقي نفسك اتعلمت حاجات كتير جدا في هندسه وخلال اللعبة، عديت مستوى فالمستوى التاني فكرت فيه فالمستوى التالت فكرت فيه. يعني كان في دكتور قبل كده ادانا لعبة بتبني كوبري، تمام، فأول مستوى عديناه عادي، تاني مستوى عديناه، تالت مستوى محتاجين مهندس إنشائي، بعدين نفكر معاه ازاي تبني الكوبري دوت، ومحتاج ان انت توفر فلوس، ومحتاج، كانت في لعبة كاملة متكاملة رهيبة جدا. بعد شوية لأن احنا محتاجين مهندس ميكانيكا، محتاجين مهندس طرق، قعدنا كلنا نفكر فيها ازاي نعمل حاجة بأقل تكلفة، لأن ممكن تتعمل بس بتكلفة عالية، عندي بادجت معين فمحتاج ان انا اظبط البادجت بتاعي على الحاجات ديت. فدي من الحاجات اللي احنا استفدنا كتير جدا منها وفكرنا فيها، ففي استفادة جامدة جدا. يا ريت يعني مثلا كل واحد مثلا مدرس بيدي الطلبة، طب ليه ما اعملش برنامج يفهمهم الموضوع دوت؟ طب ليه ما نخلهمش يتخيلوا الموضوع؟ يعني مثلا لو بنحكي قصة تاريخية، طب تعالوا نعمل الشخصيات ونبدأ نمثلها مع بعض. فده نوع من انواع ان انا بعلم من خلال اللعب، ومن خلال ان احنا بنهزر، ومن خلال ان احنا بنستمتع بوقتنا مش قاعدين بنحفظ تواريخ وخلاص. نشوف على الموبايل هل في تطبيقات تقدر تساعدنا في ان احنا نوصل المعلومه بطريقه كويسه، هل احنا ممكن في برامج بتبقى جاهزه ان هي تحط المعلومه تحتك والطلبه تشوفها. يعني في بعض الحاجات بتبقى تدخل تحط مثلا تحت اسئله والطلبه مثلا يجاوبوا يختاروا الاختيار، والاختيار الاكبر يقول لك فلان هو اللي جاوب صح، فيبقى في منافسه في وسط الطلبه، فيبقى في حب التنافس، في سعاده، في مكافاه للطلبه. مكافاه مش كلفك حاجه، انت لو جبت ملبسيه يبقى زي الفل. تمام، طيب خلينا نشوف حاجه كده زي الموقع دوت ديولينجو ده. ببساطه انا الحمد لله خلصت السكور، بس بقالي كتير ما دخلتش على الموقع فالسكور قل شويه. الاساسيات مثلا، تمام، بيبدا يسالك بعض الاسئله، تمام، بيقول لك اختار ترجمه التفاح، تمام، حتى لو انت ما بتعرفهاش لو جاوبت غلط هيديك فرصه تانية وثالثه. يعني مثلا هتقول له ابل، تمام، هيقول لك برافو انت شاطر خدت درجه، لو جاوبت غلط يقول لك جربت مره تانية. انا اكل مثلا لو كتبتها غلط مثلا يصلح لك، وبعدين بيخليك تنطق، تمام، يعني هو يقول لك حاجه وتنطق انت بعديها، تمام.
تمام، ولد وبنت، ممكن نخليها ولد وشايب عشان بس ايه نشوف هيقول ايه. ما بيشتمش، بيقول لك الافضل انها ولد وصبيه، ولو كتبتها ولد وبنت بيقبلها. ممكن تناقشه تقول له لا ده في انا مقتنع انها ولد وشايب، يروح تمام. فده ده حاجه هي بتعلمك، ممكن تختار مثلا فرنساوي، ممكن تختار اسباني، ممكن تختار اي لغه انت عايز تتعلمها من غير ما تبذل جهد، ومن غير، وعباره عن لعبه كل يوم 5 6 دقائق هتلاقي نفسك متشد، وبعد كده ممكن تضيف اصحابك فيبقى في منافسه بينكم انتوا الاثنين، فلا ده هو عمل سكور اعلى فلازم انا نفسه، وهكذا تمام. لوحة الاوائل اهيت تمام. طبعا انا واخد 0 لان بقالي فتره ما لعبتش، لان خلصت الانجليزي وكسلت ادخل في لغه تانيه تمام. فالموضوع شيق والموضوع جميل، واتمنى الناس كلها تدخل فيه بإذن الله.